يبقى الجمله الاولى خدنا زي ما قلنا واز ايه؟ ايه ده بقى باست كونتينوس ماضي ايه؟ مستمر. لما رحت الورش الميكانيكي كان بيصلح ايه؟ السياره. لذلك اضطررت الى الانتظار. طيب ذا بيتش واز ريالي سو وي كودنت فايند ذا بليس. يعني ايه كودنت فايند ذا بليس؟ ما بص كده كده اشتغل معايا. بص بقى للناحيه الدنيا احسن لك. يعني ايه كودنت فايند ذا بليس؟ ليش ايه؟ مكان البيتش شاطر. يعني ايه كراودد؟ مين فاكر ايسوليتد؟ غريب كويت غريب. هناخد كراودد نو داوت. طلع كراسه كده قدامك بس كراسه بس انت جنبك انت نو داوت يعني لا شك. بسرعه شويه نو داوت يعني لا شك. نو داوت يعني ايه يا ولاد؟ لا شك. اندستري مين فاكر اندستري؟ صناعه. لا شك ان الصناعه هاز ا هيوج ان ذا انفايرمنت وي ليف ان. ها؟ مين فاكر امباكت؟ تأثير. ها؟ تأثير. تعرف بقى ترجمها لي كده وتبقى شاطر كده؟ لا شك. لا شك. لا تأثير. البيئة اللي بنعيش ايه؟ فيها. يعني امباكت؟ تأثير. كل ساعة. ما تقعدش قاعد في الحصة. نمر البيت شوية. يبقى لا شك ان ايه؟ الصناعة. لا ايه؟ تأثير. امباكت يعني ايه؟ تأثير. بتساوي؟ افكت. بتساوي انفلونس. بتساوي ايه؟ انفلونس. تمام. يبقى ناخد امباكت. بالمناسبة امتحان امبارح حد جاب فيه 20؟ لا طبعا. البنات في المجموعة اللي هي في بنت جابت 20. لو حد جاب 19؟ 19. نسقف لهم الاثنين. 18 في 18 18 نسقف لهم. مالك؟ يعني هراجع معاك وهخليك تحل على الصفور. اوعى تفكر ان انت هتجيب درجه كده عاليه واسيبك. نتأكد. وبعد كده ان شاء الله زي ما قلت في مجموعه البنات انا هعمل هجيب اثنين راوترز هنا نت وامتحنكم هنا. هعمل شبكتين. بس عشان ما اتعبش بقى ولا ما فتحش معايا ولا ده يبص في ايه ولا يتصل بزميله ونشوف بقى نجيب كام. يبقى بعد كده الامتحانات هتبقى هنا بس لغايه ما اجهز القاعه. يعني الراوتر انا جايب راوتر من فتره كان ب 600 جنيه دلوقتي يجيب 1000 جنيه وهجيب واحد ثاني والاثنين القديمين ثلاثه. ممكن دلوقتي نشتغل نعمل ثلاث شبكات مفيش مشكله. يعني كل بصرف كل ده عشان ايه؟ نشتغل صح. اي طالب بقى هيحاول يفشل الامتحان ده او يتكاسل همسخره لان شغلي احنا بنحترمه قوي بنقدره فلازم تبقى تقدره برضه. فالوقت انا بحل معاك في اول نص ساعه ايه؟ اللي احنا خدناه. بعد كده كل امتحان هناخده نحل تاني يوم على طول مش هنسيب امتحان قديم زي ده. يبقى ناخد امباك. يعني ايه امباك؟ نكمل. اي هاف ا توي ترين وانا اي واز ا تشايلد. مين فاكر وانا اي واز ا تشايلد؟ عندما كنت ايه؟ عندما كنت يبقى لسه ده طفل ولا كبير؟ كبير. ده باست هابت. على فين؟ في الماضي. يبقى سيادتك عاوز مضارع ولا مستقبل ولا ماضي؟ ماضي. بس برضه تشتغل معايا. وقفت الكرسي جنبك اهو. اشتغل معايا كده. وانا عندك جلسه بقى 5 دقايق بس عشان ما تاخرش. ها ناخد ايه يا شباب هنا؟ يوز تو بقى ولا يوز تو؟ يوز تو. يوز تو. يوز تو. بالعربي ترجمها لي. كنت متعود يكون عندي قطر لعبه. قطر ايه؟ لعبه. انا كنت صغير. كنت ايه؟ صغير. طيب مين بقى يعني يفكر في اللي انا هقوله ده؟ عند الحديث عن العادات في الماضي يجوز استخدام يوزد تو زائد المصدر صح؟ اه او باست سيمبل يعني ايه؟ ماضي صغير. وده ممكن يعبر عن عاده؟ طب انا عاوز بقى اعبر عن العاده دي. انا عاوز اعمل ايه بقى؟ اشيل ايه؟ واحط الماضي من ايه؟ اقرا لي كده يا حبيبي. كم اجابه؟ اثنين. I used to have هي هي. I have. انا مش عاوزك تحفظ انجليزي تفهم عشان يجيلك اي سؤال في ثالث ثانوي تشتغل فيه صح. ها؟
واللي هيشتغل زي ما انا عاوز بامانه كده، وفي البيت يذاكر ويسمع مظبوط ماشي، ويبقى حريص على الحصه كده وقاعد قاعد راجل، هيجيب نتيجه، هيجيب نتيجه. لان انا لو جيتك في المدرسه واشتغلت معاك في الحصه اشتغلها كده هناك برضه انا وغيري. لازم ثانوي عاوز تعرف كل حاجه، تبقى جاي يعني تجري على الحصه، مش المدرس يقعد بقى يشحن فيك وخلي بالك مش... لا ثانوي مش كده. ف I used to have هي هي ايه؟ I have. نكمل. My uncle in منصورة but he preferred moving to قرر ان هو يفضل العودة لي country side. country side يعني الريف. ريف. يعني ايه؟ ريف. عمك او خالك بقى عايش في هنا، ايه اللي انت فاهم في الجملة دي؟ عايش في قعدته في المنصورة فين؟ المنصورة. يلا يا سيدي اختار لي. الناس اللي ما اشتغلتش في الامتحان تشتغل. ده امتحان انا بعته لك كنت اشتغلته. فلازم تشتغل معايا. يبقى ناخد بقى زفت. Luxor is considered تعتبر a main for most tourists. destination. Yes. We a great deal to the efforts of science. On. ولا او لا يمكن عندك بقى الكلمه دي او الاخيره انت جنبها يا دين بي. يا دين بي او يعني يا دين بي. طيب تعرف بقى تترجم لي، انا هكتب او هنا اهو، تعرف ترجم لي بقى الجمله كلها اللي عندك دي؟ نحن نحن كثيرة كثيرة يعني ايه؟ ترجمة الحتة دي نحن ندين بالكثير جهود العلماء. جهود ايه؟ العلماء. وايل ذا بيبي واز سليبنج والطفل كان نايم أم جابه أم ماما هي هو نايم فقط ولا كان الطفل نايم؟ استغلت نومه. ناخد بقى واز كوكينج واز ايه؟ كوكينج. ورسمت الماضي كانوا ايه؟ مستمرين at the same time فين؟ في نفس الوقت. يعني لما نطلع عندهم ايه؟ كان سليبنج يعني ايه؟ نايم. كانت كوكينج. وايل وي ان شارم وي ونت دايفنج افري داي. واحنا في شرم رحنا وير بي. ها؟ وير بي غلط. وير بس. وير بس ليه؟ امتى؟ وايل يليها واس اوير. يليها ايه؟ واس اوير. لو كان بعدها واس اوير هي المين فيرب يعني ايه؟ اساس. يعني ايه؟ اساس. اساس. ومفيش الا دي. اثناء ما كنا فين؟ كنا دي معناها كده؟ اثناء ما كنا في ايه؟ في شرم. احنا كنا بنروح دايفنج يعني ايه؟ غوص. غوص. ابري داي. ابري داي يعني ايه بقى؟ ابري داي. تعالى مصطفى شويه بالكرسي كده ورسم لك بالظبط عشان محمد اشوفه. ايوه. شايف يا محمد السبوره؟ محمد محمود شايف؟ طيب. لو انا كتبت على السبوره كده هناخد لو كتبت لك واي هنا كده وقلت لك ان واي لها خمس اشكال، لها كم شكل؟ خمس اشكال. تعرف كده تراجع معايا حته بحته كده؟ وايل الشكل الاول التقليدي ماضي مستمر ماضي بسيط. ماضي ايه؟ بسيط. ده اللي انت واخده في الاعدادي. اه. وبعدين ماضي مستمر ماضي مستمر ماضي ايه؟ مستمر. والشكل اللي اخدناه دلوقتي ماضي بسيط لما يجي فعل ايه؟ اساسي وماضي بسيط. ماضي ايه؟ بسيط. الاثنين بسيط امتى؟ لما تكون واس اوير هي مين فيرب. من ايه؟ فيرب. ايه بقى الشكل اللي هو يعني صعب شويه؟ اشيل الفاعل واضيف اجيب. ايه؟ اجيب. كده كام؟ اربعه. حرف جر زائد اس زائد ايه؟ اس. انت دلوقتي اخدت كام حاجه؟ خمس.
ده لغايه ثالث ثانوي ليه دماغ يعني كل الوايد ممكن تحلها بالكمبيوتر بسيط مستمر 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 ها بسيط او فعل ضرب واحد بس يكون الفعل واحد فاكرين الشرط الفعل يكون ايه واحد او يكون فيه حرف جر مع الوضع ايه معلش نكمل امتحان هنا خدنا واحد الاثنين بسيط لو نركز شويه طيب on holiday I watch it لا ده لسه هنا دلوقتي حرف جر طيب لو انا عاوز استخدم في الجمله دي during يبقى اسمه holiday على طول احط مكانها ذا يعني الاجازه او ماي صح يبقى during the holiday during my holiday خلاص الكتابه دي كويس during يعني اثناء the ancient Egyptians قدماء المصريين the pyramids and the other great buildings لاست نايت لاست ايه؟ نايت ركز بقى معايا لو انت مش فاكر الفرق بين روب وستيل يبقى انت ما كنتش قاعد معايا الكام حصه دول روب يسرق او يسرق على او ينهب وستيل يعني ايه؟ يسرق لو كانت السرقه دي بليس يعني ايه؟ صح روب صح ايه؟ روب مع بليس يعني ايه؟ اماكن امال كلمه ستيل ليها؟ الشيء مباشرة الشيء مباشرة امال كلمة روب تيجي الشيء وقبله اوف وحرف مجرد اوف زائد مفعول زائد ايه؟ مفعول الجملة دي فيها جورلي فيها اوف وفيها مفعول يبقى خد بقى ها روب يعني صاب يونج من يعني ايه؟ بعض الشباب سرقوا سيدة سرقوا سطوا على سيدة او سطوا على ايه؟ سيدة وسرقوا منها جورلي يعني ايه؟ خلاص؟ يس بالامس سامي على دكتورس وين هو ماضي هنا ايه الوقت وين ايه ماضي ناخد ماضي سامي قابل الكثير من السياح تورستس كان ستاين هوتيلز بيلت اوف دي موجوده بقى في المنهج عاوز اقول مبنيه من ماتيريالز على ايه من ناتشرال على سهل يا شباب والله ناخد بقى ايه برمنتلي ها برمنتلي ناتشرال لا تاخد ظرف وصفه وصفه ظرف وصفه وصفه طيب نكمل اتس ا لونج تايم يعني مر وقت ايه طويل سينس اي لما اروح لكلمه سينس اهي شايف كلمه ايه الوقت سينس بالعربي يعني ايه منذ بيجي معاهم مضارع تام بس ما فكرش فيه قوي انا اقول يا ليه على طول ايه بقى بسيط. ماضي بسيط ماضي ايه بسيط ها آه ناخد ايه بقى روبوت انت بتعرف ترجمها لي اتس ا لونج تايم انت اللي بتعرف عارف كده اكتب عندك اتس ا لونج تايم يعني كانت مره وقت طويل اتس ا لونج تايم يعني كانت مره وقت طويل مرة ايه؟ معنى الجملة يا شباب ايه بقى؟ مش عاوز اتكلم وانت تقول لي وقت طويل وتقعد كده زي الكرسي. انت في ثانوي. لغاية مرة وقت ايه؟ طويل. انزو. انا شايف داخل او عبر الحقول الخضراء. لازم كل الجملة تستوعبها. بيشنس ويز كورونا فايروس يعني بيشنس؟ مرضى ها؟ مرضى اللي عندهم كورونا ايه؟ فايروس ار ان سبيشال ايزوليت يعني ايزوليت معزولين وايه؟ معزولين طبعا لا اكثر من معنى هنا معناها منعزل طيب environment is a type of holiday نوع اجازه كده نوع اجازه ده ناتشرال سهله لا ما تنهاش يا شباب
ايه اللي مخرجك تعمل الحاجات دي؟ حط عليك بجد؟ خلي صوتك عشان انا بكلمك تتزل. ها؟ منين؟ ما تشغلش معايا يا ابني بسرعه. مش عايز اضربك، اقعد والله اضربك جنبي دلوقتي. براحتك قوي برضه، خد وقتك خالص. احسن احنا كنا بنكتب الكلمه وانت كنت في حته ثانيه. انا عاوز اقول ايكو. ايكو ايه بقى؟ يعني ايكو توريزم. هي عباره عن جلسه لا تدمر الباقي الطبيعي. انت عارفها طبعا. انا بقول لك الواحده الاولى والثانيه شهاده امتحان عليهم شهر 10 في المدرسه. لازم تكون هاضمهم كده قبل ما تروح المدرسه. ما يروحش منك حاجه وتجيب درجه محترمه فيها. Some animals are nowadays so we should ban hunting them. اكتب كلمة ban hunting ده. ban hunting اللي هي كلمتين. يمنع صيد. ban hunting يعني يمنع صيد. طيب بعض الحيوانات مالها سهلة. Danger. 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 طب نبص كده هل هو لا هو مش هيقدر السنه يقدر السنه يضعف عظمك لا تحلها كده. واي واحد يا اخوانا داخل ثانوي ونجح في الاعدادي بالصدفه ما ينفعش في سنه تنجح بالصدفه. ما حدش هيغششك ولا الغش هينفعك ان انت تنجح. اعدادي دي مرحله اتطور. انت كنت مفكر كده في ثانوي مش هينفع. اولى وثانيه هتقعد. يبقى ناخد دي نشوف دي نمبر بقى نشوف الجايه. عمل تطوعي وانت تقول هو عمل تطوعي يعني ايه بالعربي؟ ترجمته غرامه الوقت صح؟ شوف ولا الوقت؟ واو مش كده طبعا كويس احنا ما نحطش ده كده ما فيش حد نص بقى يحط رجله على كرسي زميله. ده على فكره مره اكلمك ما بتحصلش مع حد كده تاني. في حديده في الكرسي بتاعك لرجلك انت مالكش دعوه برجل زميلك. كرسي زميلك مالكش دعوه بيها. الصبيان كلها هو اللي كان ده البنات برضه. بلانتر جوب ولا واد؟ يبقى عندك جوب عندك جوب تمام. طيب المجتمع بشري مان صيدي؟ لا مستبعده. هو هيومن ولا هيومن؟ هيومن. طيب الناس بقى يوز ولا اجنور؟ يوز. خلاص؟ لا 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 التالتة عشان دي جوب عشان دي جوب التالتة دي جوب. لا احنا عندنا بلانتر ورك. بلانتر ايه؟ ورك. يبقى دي جوب صح؟ ودي ايه؟ مان مان. ودي فيها كلمة ايه بقى؟ اجنور. ما لازم اطلع اللي سبتها اطلع الخطأ اللي فيها. نشوف بقى نجيب درجة حلوة ولا ايه؟ ايه انا قفلت يا احمد عطيه قفل امبارح كان كام بقى؟ 4 9 ما كانش ورانا امبارح الا اولى ثانوي وامتحانات وما نشوف الناس هتشتغل معانا ولا نعمل فيها ايه؟ البنات مش مشكله بنات وصغيرين هي واحده انا عشان عايز اقفل. بص يا سيدي انا جبت لك امبارح سؤال وقلت لك اختار ايه؟ ايه تختار؟ لا لا طب اختار ايه؟ لا هو نظام الكويس كده مش هينفع تختار اجابتين. فنعمل ايه بعد كده بقى؟ هجيب لك السؤال واكرره تاني كم مره؟ اللي هو بخمس اختيارات. هتجيب الاول تختار ليه؟ اجابه وارجع اكرره تاني عشان بس ايه نعوض الحته دي وصلت؟ كل واحده بدرجه كل واحده بايه؟ بدرجه من غير بقى ما تسال ولا حاجه. هنا بقول لك احنا بنحب ايه؟ ذا وارنت وايلد ومش ايه؟ مين فاكر وايلد؟
بري بري لاينز تمشي؟ لا دوميستيك وبيتس دول صح؟ اه هناخد واحدة منهم. مودرن تكنولوجيا هاز جوت مزايا وايه؟ ادفانتج او بلس ايه وكونز دي او دي. بس عايزين نلعب اظهرك بقى ورا بعضها. لا ما مش هجيب ده خالص. ما انا التاني واحده مش هحطها لك، مش هحطها لك كده الصح. تبقى غلط كده. بص كده معايا The flowers will grow in a cold climate. ها climate مين فاكر climate؟ المناخ واجي عن climate. الطقس في وقت معين weather. بناخد ايه بقى؟ climate. When my uncle was 25. واحنا بنترجمها كده يعني ايه when my uncle was؟ عندما كان 25 سنة. سنة فين؟ الماضي. ناخد بقى immigrated. immigrated بالعربي يعني مهاجر. يعني لما عمي كان عنده 25 سنة هاجر لايه؟ لكندا. يبقى immigrated. The list of players يقول لك قائمة الايه؟ اللاعيبة doesn't my name. بيقول يعني ايه؟ تشمل تشمل. Children likes eating spicy food. Spicy ايه؟ سهلة دي. The film during أثناء الفيلم. أثناء الفيلم. During the film. Tourists like to buy when they come to eat. السياح بيحبوا يشتروا ايه؟ السياحين. ده ليه ايه؟ السياحين. امال يعني ايه برايزز؟ جوائز. جوائز. يعني ايه يا شباب؟ جوائز. ريوردز. جوائز. مكافآت. مكافآت. والميموريز؟ ذكريات. ذكريات دي تباع على الشطارة. ما تباعش. اللي جاي ده مهم. فور ذا وين. فور ذا وين يعني ايه؟ ما بتدفعلهمش فلوس. ما بياخدوش مقابل. دول مين بقى؟ دي ناس ما بتتكلمش خالص. فولنتيرز. اسمع يا حبيبي. ها؟ فولنتيرز. اسمها ايه؟ فولنتيرز. معناها متطوعين. فولنتيرز. ذا ايميل اند سيف تو ذا جفرمنت. الايميل بقى ارسل ولا ارسل؟ ارسل. بقى كتب ولا كتب؟ ارسل. ماضي بسيط معلوم ولا مجهول؟ يعني الايميل ده كتب وارسل للشركه بواسطه سكرتير. ايجيبتس مونومنتس. مين فاكر مونومنتس؟ اثار. الاثار المصريه ار اند ريماركبل اند يو هارد ايفر ان ذا جيم. مين؟ بوت سم ايس اون يور ني. ني يعني ركبه. يعني ايه؟ حط كده ثلج على ايه؟ بيفور ات سويلز. مين فاكر سويل اب؟ تورط او ينتفخ يعني. Some people are used to traveling every summer for fun. ها؟ ابرود ولا ابورد ولا برود ولا بورد؟ ابورد ده غلط. أبورد على متن سفينة أو طائرة. على متن سفينة إيه؟ طائرة. يعني عاوز أقول يسافروا إيه؟ للخارج. يسافروا إيه؟ للخارج. فناخد أبرود معناها للخارج. أبرود. وايل سام بزنس إن لندن إن ميك أند أولد فريند. أنت عندك وايل ومفيش فاعل، تاخد إيه بقى؟ اتفقنا وايل لها كام شكل؟ ارجع كده، أنا كاتبها لك من شوية. الخمسة أهو. ماضي مستمر. ماضي مستمر. ماضي بسيط. فعل مدبر. حضارة. هم خمسة اللي لغاية دلوقتي يعني شرحنا. طيب يبقى ناخد ايه بقى؟ I had to walk to work yesterday. اضطريت اروح للشغل على رجليا because my car. هي فيرب ده يعني ايه؟ اللي بيرجع يعني يا شباب؟ بيقول لك انا اضطريت اروح الشغل على رجليا امبارح لان سيارتي كانت تصلح ولا في تعاون فاضي مستمر المجهول ماضي واز بينج ريبيرت. واز بينج ايه؟ ريبيرت. خلاص؟ I didn't hear the mobile. ما سمعتش الموبايل because I a shower. كنت باخد شاور يعني ساعة الموبايل ما ضرب في الماضي كنت انا باخد شاور.
حاجة continuous happening. قال له was having. Was having. برضه ماضي بقى مستمر. اليوم راجع لك على الوحدة الأولى اللي هي ماضي بسيط ماضي مستمر. جاي لك الترجمة سطر واحدة اهون. بقول لك ينبغي على كل مواطن صالح. أداة أن يؤدي دوره بإتقان حتى تحقق التقدم والاستقرار. مواطن صالح يا أولاد جود سيتيزن. جود إيه؟ سيتيزن. لسه قاعد بتكلم عن الرجالة والقعدة الكويسة ولسه بتلتزم ومع ذلك الناس هتبقى لسه بنتكلم وإحنا لسه عرقانين قدامنا. يعني اللاعب قدام مش ملتزم ده ما بيفتحش أي حاجة في البيت. خالص. إذا كان قدامي هو مش ملتزم. لما أقول مواطن صالح جود ايه؟ سيتيزن. جود سيتيزن. جود سيتيزن. جود سيتيزن. جود ممبر؟ غلط. غلط. يبقى ده استبعدها. دي مش مظبوط. طيب. دوره يعني ايه؟ رول. رول. ها؟ غلط. ده غلط. دي معناها فعل. بدأت ايه الوقت؟ اثنين. الاستقرار استابيلتي ولا ايه استابيلتي؟ استابيلتي. هو استابيلتي. دي عدم الاستقرار. عدم ايه؟ الاستقرار. اللي جاي. Figures يعني الإحصائيات أو البيانات show that the victim show that the number of smoking victims in the whole world is increasing over time. يعني إيه over time؟ طوال الوقت ولا بعض الوقت؟ يعني بعض الوقت ده غلط وده غلط صح؟ الازدياد ولا الانخفاض؟ الازدياد. ده اللي صح. ما هي البيانات الأرقام قريبة اللي بالك يعني ديفرنش يعني واحد؟ اه واحد بياناته وارقامها رهيبه. خلاص خليك معايا على السبوره زي ما انت كده. طيب احنا خدنا زمن ايه في الوحده الاولى والثانيه؟ مستمر. طيب انا خدت الماضي البسيط والماضي الايه؟ مستمر. لا اللي قاعد ده لو سمعت بتاع الشباك ده عشان تدخل دبالي وقف السبورت ما تعملش حاجه لما تقول لي. طيب الماضي البسيط ماضي مستمر لما ادرس زمن ادرسه من ايه وايه؟ حتى البوينت ده وين؟ او طيب استخدم الفورم يعني ايه فورم؟ يوس وبعدين اكسبريشنز يعني ايه؟ تعبان يعني الزمن بتاعي انا زمان على الفورم التركيبه بتاعته وبعدين استخدامه تعبان بعدين اخد جمله اسبان اسبان وبعدين اخد اكل وايه؟ معلومه ايه؟ قول لي بقى عبد الرحمن طيب خدنا ايه زمانين ايه؟ ولما اسال واحد كله اسم وموبايلك ما لقاهوش قدامك على الدور على على الكرسي محطوط في جيبك او في الشنطه اللي معاك. خدنا زمن ايه وايه في تمام النهارده ناخد زمن بقى عبد الرحمن مضارع بسيط زمن اسمه ايه؟ مضارع بسيط. مين يعرف الغرض اسم الكون من ايه؟ مصدر الافعال مصدر الافعال عباره عن مصدر افعال اتضاف له اس او ايه؟ اس او ايه؟ يتنبا بدونت وايه؟ واسال عنه الدو خلاص كان ممكن يفيد بنبر ولا لا؟ اه بس الفعل جمع هو الفعل ايه؟ جمع هو ماشي ويعبر عن هابتس عادات وفاكتس طب تعالى ندرس كده زمن هناخد الوقت الجرامر اهو بتاع الوحده الثانيه
على السبوره وعندك الكتاب برضه هيبقى الاسئله عليها كلها تبقى واجب. بص معايا في الجمله كده، هو بيتكون من مصدر الايه؟ الافعال زائد هو جايب لك التصريف ان هو ده المصدر. الانفيرب معناه مصدر، يعني دي غلطه. طيب فين الفعل اللي في الجمله دي؟ اي بلاي فوتبول اون فرايدي. تترجم بقى سألعب ولا لعب ولا العب؟ العب. شغل مضارع عشان مضارع، انا العب كره قدم ايام ايه؟ الجمعه. ايام الجمعه. لو انت حابب تنفيها They watch films at home. خلاص؟ Watch. أنا لسه شغال annotation. طيب لما أخد بقى فعل فين؟ لما أخد فعل مفرد أضيف له إيه بقى؟ إس. I play بقى تحت. Play. دي واتش بقى تحت جنا ها واتش، لان الفعل ايه بقى؟ مره. الفعل ايه؟ مره. انا بحصل اي واحد قاعد قدامي الحاجه فاتتك ما انتش فاهمها ارفع ايده. طب انت انا قلتها وجاي اتكلم فيها تاني نسيتك قعدت ونزلت انا وانا متنرفز هتبقى شكلك مسخره في وسط المجموعه. هضربك ضرب مش شفتوش قبل كده، ليه بقى؟ لان قدامي طالب مش معايا. انت مش فاهم ارفع ايدك نعيد تاني. ما تعديش نقطه لما تكون فاهمها. يبقى لو كان عندي مفرد اضيف الفعل اس او ايه؟ اس. طيب نبص كده النفي بقى اي دونت بلاي ها؟ دي دونت واتش. اعمل سؤال يا سيدي النفي برضه دازنت. طب انا هنا ما ينفعش انفي بنيفر؟ ينفع بدون صح؟ يعني اقول ايه بقى؟ نيفر بلاي. نيفر مش كده؟ اه بلاي بس بلاي ونيفر watches مش دي doesn't؟ اه يبقى ناخد بليز. يبقى نبر ايه؟ بليز. طالما doesn't doesn't يبقى ناخد ايه بقى؟ اس اس الاثنين. طيب السؤال بقى ده سهل جدا. لما تيجي تعمل بس يعني بس مجهول اهو ده المجهول بتبدا بام ويز واو صف تاني كرة القدم تلعب ولا تلعب؟ تلعب. الافلام تشاهد ولا تشاهد؟ تشاهد. يبقى ده يعتبر المجهول بتاعنا. جبنا الجزء ده. نيجي بقى الكلمات اللي دل عليه، مين فاكر كلمات المضارع البسيط؟ مضارع البسيط. نبص كده بص على الكلمات اهي سيف اولويز كرايز وان هيز هانجري جايب لك الكلمه ومثال توكا از اولويز تايرد ان ذا ايفنينج جانا يوجوالي جيتس اب ايرلي او از يوز تو يبقى يستخدم مع اولويز مع كلمه ايه بقى؟ يوجوالي. نمبر 3 اوفن مين فاكر اوفن؟ غالبا يعني ايه؟ غالبا شي اوفن ايتس باستا هي غالبا تاكل باستا اللي هي المكرونه ماشي؟ فور سمتايمز يعني ايه؟ احيانا اي سمتايمز هوب سكول احيانا بروح ايه؟ كلمة سمتايمز يعني فروم تايم تو تايم من وقت لايه؟ لاخر ريرلي وسيلدم يعني ايه بالعربي؟ ما دمت يا ابني نادرا ترجم لي الحته دي يا نادرا اتيت متاخر معايا حبيبي؟ اسمك ايه؟ اوتسايد وده بتمشي في المجموعه اللي هي اوتسايد يا راجل الجمله اللي عاملها العاديه كده هي ريلي كومز ايه؟ هي ريلي كومز ايه؟ ايه؟ اللي هو نازلة؟ نازلة تقدر تقدر تحط على الكاس بتاعك كده؟ ليك كام سنة؟ قال لهم كارنيه مش هتعرف تصرف لهم حاجة ها؟ طيب لو عاوز في الجملة دي هي ريرلي كامز ليت هو نادرا ما ياتي متاخر صح؟ مين يعرف يقولها لي بس يقول نفس المعنى؟ هي نيفر ماشي طب لو قلت هي اولويز دايما اقول كامز مش كده؟ دلوقتي ريرلي انا جبت مكانها ايه؟ اولويز هجيب ليت؟ لا
لا ولا ايرلي؟ ايرلي. يعني بتجيب انت عكس الكلام ده، بتجيب عكس ايه؟ خلاص. وبتجيب عكس ليت؟ ايرلي يعني مبكرا. هي نادرا ما هي متاخر عليها، ودايما بيجي ايه؟ بدري. يعني كده نيفر يعني نيفر ابدا. يجي النت المطلق I never drive into town. أو يجي يقول I am never. يعني I never صح أو I am إيه؟ never. وبعدين صف. Ever do you ever drive a car؟ هل سبقك يعني تقود سيارة؟ Every Friday Jana goes to the club. من كلمات وكلمة ناوي يعني إيه؟ الآن. بس لما كلمة ناوي تيجي مضارع بسيط بتكلم in general. يعني in general what إيه؟ بص كده في المثال ده. I work. لازم شرط شرط لازم يكون بيدرس الوقت ده. ممكن قاعد في البيت بس لك وظيفة. امال لو انا ماشي كده اقول I walk now ولا I am walking. انا مضارع ايه؟ اساس. بس هنا اخدت مضارع ايه؟ بسيط. طيب still يعني ايه؟ ما زال. choose still smart. يبقى دي الكلمات بتيجي معانا. نيجي بقى يستخدم فيه المضارع البسيط. تعبير عن هو حاجتين يا ولاد عشان ما ايه؟ ما نتملكش كده في يوم. بيجي مع فاكتس حقائق وهابتس عادات. يعني دي حقائق وايه؟ وعادات. طب الجمله اللي على السبوره دي ده حقيقه. ووتر بويلز ات 100. ترجمها لي كده يعني ايه ووتر بويلز؟ بويل يعني ايه؟ لما اشرب الواحد يبقى كل يوم يغلي. بويل يعني ايه؟ ده دي بتاع تعباك السبوره دي ولا انت شايف دي ولا دي؟ شوف اللي مش هتتعب بقى. بويل يعني ايه يا شباب؟ يغلي. ها؟ يغلي. ووتر يعني ايه بقى؟ ترجمها لي كلام الجمله دي كده على السبوره ده. احنا ترجمناها بس على العموم بس ترجمناها كده. عند درجه 100 درجه مئوية صح؟ ده حقيقه ولا عاده؟ وفين بقى المضارع البسيط في الجمله دي؟ بويز. بويز دي كلمه ايه؟ بويز. تمام. التعبير عن ايه؟ العادات. توكا جيتس اب ليت. ده عادة ايه؟ تصحى متأخر. تعبير عن موقف حكي دائم. الضيف ده اسم شخص كده واجز التيتشر. لما جه وظيفة مدرس. تستخدم الحالة الصفرية والحالة ايه؟ الوقت انا بقول استخدامات ايه الوقت زمن ايه ده؟ مضارع بسيط. ايه؟ الحالة الصفرية والحالة الأولى من قاعدة ايه؟ اف لو انت هيت ووتر سخن الميه هيت بوينتس يعني ايه؟ تغلي. يبقى دي زيرو. هل ايه بقى؟ صفرية. طيب اف شي ستادز لو ذاكرت كويس شي ويل سكسيد في الحالة الايه؟ الأولى. يبقى بيظهر لنا كده المضارع في الحالة الصفرية وايه؟ والأولى. زي ما احنا كنا بنقول كده متى يظهر الماضي البسيط في الحالة الشاذة؟ فاكر؟ الماضي البسيط وود رادر فاكرها؟ مفاعل. ويتس تايم وايه؟ مفاعل. وايه كمان؟ خلاص. الروابط الزمنية زي الروابط دي زي ايه بقى؟ زي وين بيفور افتر. واضف لها كمان مثلا تيل وايه؟ وان تيل او وانس. بشرط ان يكون الزمن الاخر ايه بقى؟ مستقبل. يعني المضارع البسيط هيجي بعد الروابط. بص كده في الرابط هنا افتر. ترجم للجملة دي افتر شي فينشز هير هوم ورك شي ويل سليب. ده فيوتشر. يعني فيوتشر سوف تنام. بالعربي كده بعد ان تنهي. بعد ايه؟ ان تنهي العمل. بعد ما تخلص الواجب هتنام. يبقى فين الرابط هنا؟ افضل. وفين الفعل؟ فينش. يبقى بعد الرابط يليه مضارع بسيط اللي هو بتاع النهارده. مضارع ايه؟ بسيط. وبعدين مستقبل. نفس الكلام بيفور مضارع بسيط ومستقبل. انتل مضارع بسيط فين بقى؟ طيب يعني يرتب مع كلمة وانت واتش. يبقى الرابط دي افتر. يعني ايه افتر؟ بعد. بيفور قبل. وين عندما. وين يعني ايه؟ عندما. مش احنا واخدين وين قبل كده مع الماضي البسيط والمستمر. بس احنا بناخد دلوقتي فيوتشر يعني ايه؟
بقول لك عندما انتهي من الثانوية سألتحق بايه؟ بالجامعة. ده ماضي؟ مضارع. عاوز بعدها مضارع، عاوز بعدها ايه؟ مضارع. ماشي؟ دي مهمة بقى للتعبير عن المستقبل مع مواعيد ايه؟ مواصلات. مهمة قوي دي. لو الجملة فيها ما يدل على الفيوتشر يعني ايه؟ بس الجملة دي فيها تايم تيبل جدول ايه؟ مواعيد. اخد مضارع بسيط، اخد مضارع ايه؟ بسيط. جدول مواعيد زي ايه؟ جدول مواعيد ات سكول فين؟ المدرسة. المدرسة فين؟ المدرسة. باص ستوب في المحطات الاتوبيس او ترينز يعني قطارات ايربورتس يعني حتى لو امتحانك بتاع شهر امتحانك بتاع شهر 10 او امتحانك بتاع الترم لسه قدامه كتير بس له جدول اخد مضارع بسيط اخد ايه؟ بص كده في اللي كتب ده The lesson starts at 7 يعني ايه دي؟ بس تبدا الساعه 7 الساعه 7 حتى لو قلت تومورو برضه هاخد مضارع بسيط ذا ترين ليفز القطار بيتحرك ات 2 اوكلوك يعني الساعه ايه؟ 2 هنا بقول يستخدم مع افعال الحب والمشاعر والتفكير بدل مضارع مستمر في افعال ما ينفعش تطلع ايه؟ اي ام جي افعال الحاله هنا بقول اي لاف ماي فاميلي شي وانتس تو بي ان اكترس هي تريد ان تكون ممثله خلاص؟ افتح الكتاب بتاعك كده معايا انا قلت على السبوره هو ده بس في الكتاب هات بس في الكتاب رقم 2 كده النب جبتوها؟ اه اللي الشرح ده بس بالظبط بس احنا بنركز بس عليه تاني او بنثبتها بقول لك مع النب نستخدم ايه؟ لازم مع المفرط ايه؟ الغار اي دونت جيت اب ات 6 o'clock احمد doesn't like food طيب لو انت عاوز تستخدم في النب ايه بقى؟ نيفر بص كده في الجمله دي الجملة دي اعتبرها رقم 1 ودي رقم 2 واحد قصادها دي صح؟ doesn't help متابعين على السبورة؟ اه وهنا ايه بقى؟ سبورة الاثنين صح الاثنين صح بس الأولى doesn't فعل فين؟ الوقت doesn't ورا ايه الوقت؟ طب ايه نيفر؟ هيلب ولا هيلبس؟ هيلبس يعني نبص على الاثنين بقى رقم 2 don't help ها نيفر اذا ظنت جد النظر ايه؟ لان بدون اس بدون ايه؟ اس يبقى ممكن دلوقتي انفي بكام طريقه؟ اثنين بس خلي بالك من نيفر في نقطة بس هنا مهمة المبنى الايه؟ المجهول بص كده المبنى المجهول ده بقى بيقول لك فارمرز جرو بلانتس دي سيبك من اللي كاتبها لك الوقت معلومه انا ما يهمنيش دي انا عندي جمله في الامتحان وجاي اختارها مش عارف يا عبد الله اختار الجمله دي معلوم او ايه؟ معلوم في تيست يعني ايه تيست؟ اختبار بتختبر الجمله بتعمل ايه بقى؟ ركز بقى معايا في ده اروح لاول كلمه فين اول كلمه؟ فارمرز وفين الفعل؟ ها؟ بسأل نفسي كان فارمرز جروا فلاحين يقدروا يقوموا بالفعل ده؟ فلاحين يقدروا يزرعوا ولا لا؟ يبقى ده فاعل وهي معلومة ودي دلوقتي يبقى دي سبجكت يعني سبجكت فاعل ودي دلوقتي معلوم ولا مجهول؟ طب ركز كده عشان تبقى اشوفك بقى فهمت ولا لا؟ الجملة دي بدأ بإيه؟ يعني بلانتس النباتات النباتات تقدر تزرع نفسها لازم تكون مجهول لازم تكون بلانتس ار جرون يعني النباتات ايه بقى؟ طبعا دي جمله سهله بس اقول لك في الامتحان لما تلقى قدامك جمله وانت وقفت انت مرتبك مش عارف دي معلومه او ايه؟ تاخد اول كلمه
وتروح للفعل، هل الكلمة دي تقدر تقوم بالفعل؟ لو تقدر معلومة، لو ما تقدرش خلاص؟ Some people don't eat meat. بقول لك بعض الناس كده لا تأكل ايه؟ اللحوم. ابدأ بايه؟ Meat. ده معلوم ولا مجهول ده؟ معلوم. بعد الأذان. بدل ما نقول الاسماء كده انا قلت انتوا بتقولوا بلال ده ومحمد الحسيني مش موجودين، محمد عوض سرحان مش موجود برضه، في حد تاني بيجوا معاكم مش موجود النهارده غياب اللي بره الوسطاني، حد يعمل لنا حاجه بره الوسطاني؟ رضا، رضا نجيب، طيب بقاء لله. ها حد تاني؟ طيب اللي جوه الوسطاني بتوع الوسطاني حد غايب من زمانكم؟ بدل ما نقول اسماء تعرفوا حد زي الوسطاني؟ عبد الله عبد الرحمن رمز ايه؟ طيب حد قال النهارده عامل حادث تقريبا لو حد تاني؟ حد تاني غايب؟ ماشي. منين بيته فين؟ متسكل يعني وكده؟ طيب لما اقول لك some people don't eat meat، بعض الناس لا تاكل ايه؟ اللحوم. يبقى ده معلوم صح؟ معلوم. بس منفي، بس ايه؟ منفي. هيكون مجهول ايه برضه؟ منفي. يبقى ميت از ولا اذن؟ اذن. اللحوم لا تؤكل. اللي جاي ده مهم قوي بقى. طب يا مستر اي جمله معقوله لازم يكون تحتها باي؟ لا مش شرط. ده اوبشنال اختياري، ممكن يكون اجباري احيانا لما تتمم المعنى زي ما قلنا كده. انه اصبحوا الكهرباء تضرب في مصر اسمه انت فاكر هنا اقول لازم بعض. لما اقول لك هاب بمعنى يمتلك، هاب يعني احمد يا سامي؟ هاب بتساوي وزس وممكن تساوي ايت وباي. بقول لك هاب دي ما تحطهاش مجهول، تجيب مكانها الافعال دي. لما اقول لك اي هاب اكار، عندي ايه؟ سياره. مجهولها اكار از وزس، ما بتجيش كتير يعني بس تعرفها. نفس الكلام جهاز لانش ات او كلوك، هي تمتلك ولا تتناول؟ تتناول. بتساوي لانش از ايه؟ طيب نحل بقى الجمل دي. ماي سان كم سان؟ واحد. معانا عبد الله وانت قاعد وراه وراه ومش شايف. شايف العصفورة؟ عبد الله شايف العصفورة؟ طب اقرا لي الجملة دي. لازم يجي لي بقى شوية كده. قول. مطلوب اللي ايه؟ الصبيان اللي طوال شوية يقعدوا من الناحية دي كده، يعني بعد كده يعني. الجزء الأول أو الجزء ده عشان اللي وراه يشوف. طيب هو كم ابن هنا؟ يبقى بليز. طب اللي جاي صان ولا صانس؟ صانس. ليه؟ طب فوتبول اند تنس ده جامع اهو، جامع هي مش موجودة؟ لا موجودة. دي صح ولا غلط؟ حاضر يا اسلام، حاضر يا اسلام. يبقى فوتبول اند تنس دول ايه؟ جامع.
باخد ار ايه؟ نيم. شو لعب؟ طيب فوتبول ان ذا جلوف اسبلين يعني ايه برضه؟ يلعب. داز عمرو يور بيرثداي داز الفعل فين؟ هناخد ده ونكتب جنبه كده يحضر. دي معناها ايه؟ يحضر. هل عمرو ايه بقى؟ يحضر. الجمل القطعه دي يا ولاد انا كنت قلت البنات يقراوها وانتوا نفس الكلام بتتكلم على فتاه اسمها دكتور ليلى ايه؟ هزاع. ليلى هزاع دي انا احنا دول هنا وهي كانت مهتمه بلاينز يعني ايه؟ طبعا انت جايب لك كلمات صعبه هي انا قلت لك في البيت تحاول تكتبها يعني لما اقول مثلا علم احياء اقوم في البيت عامل كده كاتبها مؤسس ها طب يزقر طب سطر روف بين في امانجس وبتوين حسب اللي موجوده بقى ماشي اسباب طب دي تراديشنال لازم في البيت تكتب كلمه تاني عشان بس ايه تفيد نفسك كده وتثبت المعلومه خلاص يبقى ده اتقرا كويس وعندك انت الجزء اللي جاي اللي هو الجرامر ده يتقرا مع حل الاسئله اللي على الايه؟ على الجرامر انا ممكن احل معاك السؤال ده كمان اهو يلا اللي هو صفحه كام عندك ده يلا علي ات هوم رايت ناو از ات سكول هو الوقت فين علي الناس نام فين في المدرسه وفي البيت يعني هاخد اسم مثلا لازم في لا هي كانت از انت فاهم ايه؟ في كلام مره هنا اللي مش فاهم حاجه يرفع ايده ومش عارف نمبر خمس لما جنت ام واز وار انا عندي دلوقتي ام واز وار لما جنت فيها اجيب لها دونت ودازنت لا او دونت بي ولا اقول ازن امنت ازن وار مش هو اقول لك هنا دازنت بي تنفع كده انجليزي ده لا يبقى ناخد ايه بقى؟ ازن ناخد ايه؟ ازن هم ات هوم رايت ناو نو هي از ات سكول لا ده هو في المدرسه از علي ولا داز علي بين ولا علي از ولا داز علي هاف انت عارفين علي از ولا از علي از علي از علي از ايه دي اللي صح وي لانش بيفور ماي فادر ريتيرنز هوم مش هناكل ماشي ما بناكلش كده قبل ما والدي ما يرجع هنا بيفور يبقى ناخد بقى دونت هاف قرنت غلط دونت هاف ودونت ايه اكتبوا جنبها كده بالعربي لا نتناول لا نتناول الغداء قبل وصول والدي لانش بيفور يور فادر ريتيرنز هوم يو هاف ولا دي سؤال؟ سؤال تنفع يو هاف؟ ما تنفعش ار يو ما تنفعش هاف يو ناخد بقى يو هاف يو ايه؟ ايوه مفيش الحد الجاي مفيش ايه؟ كله الناس اللي قعدت مفيش لبنت خاصة يا حبيبي مش انا عارف الكلام ده؟ ما تبصوش تضحك بقى اي واحد بيخالف التعليمات لو قص التعليمات انا مش هنا مش يعني مش هشوف حاجه غلط وامشيها. طيب الناس اللي قدامي النهارده الحصه تقريبا 14 حصه في شهر ايه؟ 8 طبعا 9 اول 9 المفروض الناس عرفت النظام زي ما قلت قبل كده الطالب اللي حاسس انه مش فاهم كويس اللي عاد مش مناسبه مش مرتاح في الحصه بروح عند الدرس الثاني ما بسالش عن حد
المجموعة دي يعني الناس هتكمل معايا وبكرة أفكركم. هتقل مش هتزيد. ليه بقى؟ أنا باخدش طالب جديد. لا تانية ولا تالتة. ولا أولى. ساعتها ولا آخر. أنا طبعي كده. ما باخدش طالب جديد نهائي. يا بمشي يا طالب بيمشي من نفسه. براحته. يبقى المجموعة بتقل ولا بتزيد؟ بتقل. سيادتك بقى لو أنت ما انتش حريص على المجموعة زي ما أنا حريص عليك كده وبقعد أعمل لك تحت الدكتور ونقعد الأربع ساعات يبقى مش هتنفع معايا. أنا عاوز ناس رجالة. ما اقعدش أتكلم كلام تاني بقى. ما حدش شيل معاك تحت الكراسي يا شباب، اي منديل شيله في ايدك. تجميع الشعر كان اخر ميعاد النهارده وفي ناس كتير لسه. يعني اخر ميعاد الحصه الجايه، مش عايز اقول اسماء ولا احرج حد. الجزء ده هو ينزل الاول، الجزء ده. فين فين المفتاح ده؟ اشتغل في الامتحانات شويه يلا دي الوصله ما عندكش في ايدي ما عندكش طيب بقى اكلمه انا اخد في جيب حلوة لسه شوية كده شوية كده اجيبها ماشي اقفل لي بس البوابة دي عشان اروح اصلي